السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. الفنان القدير صالح أوغروت يضرب الدموع لحظة تكريمه في قصر الثقافة مفدي زكريا. صويلح تحصل على جائزته وهو مقعد على كرسي متحرك. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. طهور إن شاء الله عمي صويلح، وربي يطول في عمرك.